إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أيام معدودات تفصلنا عن شهر رمضان، لمن كتب الله له الحياة لإدراك شهر رمضان، وهو نعمة من الله عظيمة للمسلمين، وباب عظيم لاكتساب الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام ومن مبانيها العظام. والله عز وجل يفتح لعباده أوقات يفتح لهم فيها باب الرجاء، ويكثر عليهم من المغفرة فيها، فهو فرصة عظيمة لمن وفقه الله تبارك وتعالى. ولهذا يعتبر من أدركه هذا الشهر الكريم ولم يغفر فيه فإنه مفرط في غاية التفريط. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له فيه. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له فيه، لأنه ترك باباً عظيماً من أبواب المغفرة. والله عز وجل رحيم بعباده، ولهذا يجعل لهم أوقات يأتيهم فيها من الخيرات والبركات الشيء العظيم. صيام شهر رمضان وما فيه من تلاوة القرآن ومن التراويح ومن الإمساك عن المفطرات، ليلة القدر وما فيها من البركة، صلاة العيد بعد الانتهاء من الصيام، وأبواب كثيرة يفتحها الله عز وجل على عباده. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون راجياً لرحمة الله عز وجل، فإن الله عند حسن ظن عبده به عليه أن يكون عنده أمل عظيم في مغفرة الله عز وجل وفي رحمته. ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أرأيتم أعظم من هذا الفضل وفتح باب الرجاء وفتح باب سعة رحمة الله عز وجل؟
لكن انتبهوا إلى الشروط التي جاءت في هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. انظروا إلى ما جاء في هذا الحديث: إنك ما دعوتني ورجوتني. فذكر الدعاء وذكر الرجاء، ومن أراد الله عز وجل له به خيراً، من أراد الله له خيراً فتح له باب الدعاء. وباب الدعاء من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، لأن الداعي يظهر حاجته وفقره ومسكنته لله سبحانه وتعالى، ينزل حوائجه عند الله عز وجل، يعلم أنه لا يقضي الحاجات إلا الله عز وجل، يعلم أن الله رحيم، يعلم أن الله غفور، يعلم أن الله ودود. ولهذا من فتح له في الدعاء فتح له في كل خير. والله عز وجل يغضب على العبد الذي لا يدعوه، فإن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، لأنك ترجو رحمة الله عز وجل وتتجه إليه بالدعاء وتدعوه بأسمائه وصفاته، فأنت تجمع في الدعاء بين الثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل بما تمدح به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتظهر ذلك لله تبارك وتعالى. وهذا أساس العبودية، أن تكون ذليل لله عز وجل، أن تكون خاضع لله عز وجل، أن تكون منيب لله عز وجل. ما دعوتني ورجوتني، وهذا الرجاء هو حسن ظن بالله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك، ولهذا فتح لك هذه الأبواب الكثيرة: باب رمضان، باب الحج، باب العمرة، عمرة في رمضان تعدل حجه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج معي عمرة في رمضان. فتح لك أبواب خيرات كثيرة، فتح لك التقرب إلى الله في وقت السحر، يوم تناجي الله عز وجل في هدأة الليل وتدعوه، فهذا ما فعل ذلك بك إلا لترجو ما عنده. ولهذا لا بد أن يكون الإنسان عظيم الرجاء في الله عز وجل، وعظيم الحرص على مرضات الله عز وجل، فإنه فيه فرق بين الرجاء الحقيقي وبين الرجاء الذي هو نوع من التلاعب. فإن الرجاء الحقيقي هو أن تعبد الله عز وجل حق عبادته، وعند ذلك ترجو رحمة الله. لكن عبد غافل لاهي ساهي مقيم على الطاعات على المعاصي، فإن هذا رجاؤه في غير محله. ولهذا دعوتني ورجوتني، وتخاف من ذنوبك ومعاصيك، فلا بد أن تدرك هذا الأمر، لأن الرجاء هو وعد من الله لك بالخيرات والمغفرة، وفيه أشياء مخوفة، فيه عذاب شديد، فيه نار جهنم، فيه أشياء كبيرة. إذا غضب الله عز وجل على العبد فإنه يرميه بنار جهنم ولا يبالي. ولهذا فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله،
والنار أقرب إلى أحدكم من شراق نعله، لأن الإنسان قد يغضب الله عز وجل فينزع عنه الرحمة. ولهذا انظروا إلى هذه الشروط التي ذكرها: دعوتني ورجوتني، غفرت لك ولا أبالي، ثم قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. انظروا إلى هذا الشرط الثاني، يعني لا يصيبك يأس ولا قنوط من رحمة الله ولو كثرت ذنوبك، فإذا استغفرت الله عز وجل وفتح لك باب الاستغفار فإن هذا فتح عظيم. وتأملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه أكثر من 70 مرة في اليوم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله عز وجل بالجنة، وبشره الله عز وجل بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، لأن الإنسان لا يكافي نعم الله عز وجل عليه، فأي غفلة عن نعم الله أو عن الله عز وجل فهي تحتاج إلى توبة واستغفار. ولهذا نجد أن الأنبياء يستغفرون ذنوبهم وهم أكثر الناس استغفاراً، أكثر الناس استغفاراً هم الأنبياء وهم معصومون لعظيم حق الله على عبيده: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، على ما كان منك ولا أبالي، لأن العبد الذي كلما وقع في ذنب تذكر الله عز وجل ولجأ إليه، فهذا يدل على أنه ما يغفل عنه وأنه في حسابه، فلذلك يرجع إليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علم عبدي أنه له رب، أن له ربا يغفر الذنوب، فرجع إليه وتاب. القيد المهم ذكره في آخر الحديث، وهذا قيد مهم جدا، قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض يعني ملء الأرض، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا أعظم شرط في مغفرة الله عز وجل، أعظم شرط في مغفرة الله عز وجل أن لا ترتكب شركا وأن لا تقع في الشرك، لأن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أمر في غاية الأهمية، أن تحرص غاية الحرص، قال: على أن لا يقع منك شرك. وكيف تجتنب الشرك؟ لا تجتنب الشرك إلا أن تعرفه، لا بد أن تعرف ما هو الشرك الذي هذه خطورته، فإن من مات على الشرك فهذا لا يغفر الله عز وجل له البتة ولا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مسلم، ولا يكون الإنسان مسلم إلا إذا اجتنب الشرك. فلا بد أن هذا الداء العضال لا بد أن تعرفه معرفة جيدة، ما هذا الشرك؟ والشرك الذي ذكره الله عز وجل له أقسام كثيرة، حذر الله عز وجل منه وهو أقسام كثيرة، فمنه شرك في ربوبية الله عز وجل، ومنه شرك في أسماء الله عز وجل، ومنه شرك في الإلهية. فلا بد أن تدرك هذه الأشياء، لأن الشرك ضد التوحيد،
كما أن التوحيد توحيد في الربوبية، وتوحيد في الإلهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، فإن الشرك ضد التوحيد، والتوحيد هو الإفراد، فإن الله منفرد في ربوبيته، ومنفرد في أسمائه، ومنفرد في صفاته، ومنفرد في إلهيته. وهذا من معاني من معنى الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وتر يعني منفرد. والمشاركة أن تجعل مشارك لله، أن تجعل مشارك لله في شيء من كمالاته. فإذا رفعت عبدا من العبيد إلى أن تجعله مشارك لله عز وجل فهذه هي المشاركة، أو تنتقص الله عز وجل حتى تجعله مشارك للعبيد في النقص فهذا هو الشرك أيضا. ولهذا لا بد أن تكون على حذر شديد من هذا الأمر. والله عز وجل لا يقبل المشاركة البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأنتم تعلمون أن توحيد الربوبية هو أن تفرد الله عز وجل بالخلق، فكل خلق تراه أمامك فهذا منفرد الله عز وجل به، ليس معه خالق، فلا تثبت خالق معه البتة، تكون على يقين أنه لا خالق إلا الله. من توحيد الربوبية أن تعلم أن الله عز وجل مالك هذا الكون الذي تراه، مالك لكل شيء، فلا تجعل مع الله أحدا يملك هذا الكون ملكا حقيقيا يتصرف فيه. أن تعلم أن الذي يدبر هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، فهو المدبر الوحيد، وما يرسله من ملائكة أو نحو ذلك فهو بأمره وإرادته، وليس لهم في التدبير شيء إلا بأمر الله وإرادته، ولا يستقل أحد بالتدبير ولو في شعرة. وأعظم الشرك أن يقع الشرك في الربوبية، أعظم الشرك. ولهذا تجد أن بعض من الناس يرفعون مخلوقاً إلى أن يجعلوه شريكاً لله في التدبير والتصريف، ويقولون أنه يدبر الكون، وهذا تجدونه عند بعض غلاة الملاحدة الذين يقولون فيه أقطاب يدور عليهم الكون، هم يتصرفون في الكون، ولهذا يسمونهم أقطاب، لأن القطب هو قطب الرحى الذي يدور عليه الرحى، فيجعلون من يتصرف في الكون، ويظنون أن بعض الأولياء يتصرف في الكون بما يشاء. ولهذا ترتب على الانحراف انحراف آخر، وهو الشرك في الإلهية، يعني في التعبد والتقرب. لما اعتقد أن هذا الولي له التصرف المطلق في الكون، يقرب من يشاء ويبعد من يشاء، فإنه صار يتقرب إليه، ويظن أنه إذا كسب مودته وقبيله هذا الولي فإنه عند ذلك يكون مقبولاً عند الله عز وجل، فجعله شريك مع الله في الربوبية وشريك في الإلهية، لأنه صار يتقرب إليه بالعبادات التي طلبها الله منه، فإن الله عز وجل طلب من العبد أن يفرده بالعبادة.
ولا يتوجه بشيء من العبادة لغير الله عز وجل، وهذا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أن تتقرب إلى الله بما فرضه الله عليك من واجب أو مستحب، ما فرضه الله عليك من واجب أو مستحب، فهذا هو الذي يسمى العبادة، سواء كان هذا الفرض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول يتكلم بوحي من الله، فما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم فرضه الله، ولهذا أمر الناس بطاعته واتباعه. فهذه العبادة الواجبة عليك أو المستحبة لا يجوز بحال أن تتوجه بها إلى غير الله عز وجل، فلا تصلي لمخلوق، لا تذبح لمخلوق، لا تنذر لمخلوق، لا تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا تستغيث بالميتين، لا تستغيث بالغائبين. فالذين أشركوا في الربوبية يظنون أنهم أن الأولياء لهم التصرف في الكون، وأنهم إذا رضوا عنهم رضى الله عنهم، ثم غالوا في خصائصهم فجعلوا خصائصهم هي خصائص الله عز وجل، فعندهم أنهم يعلمون الغيب المطلق، بل قال بعضهم إنه يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، وهذا ما علمه الأنبياء ولا المرسلون، ما علموا من الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. ولهذا فإن وقت قيام الساعة في اللوح المحفوظ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، فهو لا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ. هم عندهم أن هؤلاء الأولياء يعلمون كل ما في اللوح المحفوظ، فرفعوا هؤلاء الأشخاص إلى منزلة الله عز وجل، فهذه مشاركة، أن تجعلهم في منزلة الله عز وجل، فهذه هي المشاركة، وهذه هي الربوبية لهم، أن تجعلهم في مشاركة الله عز وجل. ولذلك من جعل مشارك لله في أفعاله فهذا شرك عظيم، مثل إنزال الغيث، إنزال المطر، هذا لا ينزله إلا الله. فلما تجعل أن أحد يشارك الله عز وجل وينزل الغيث أو يمنع الغيث فهذا شرك عظيم، مثل التحريم للأشياء والتحليل. الإنسان أمامه أشياء محرمة مثل الزنا وشرب الخمر والربا ونحو ذلك، من الذي حرمها علينا؟ الذي حرمها علينا هو الله عز وجل، وأشياء أحلها لنا، وهذا التحليل والتحريم فعل من الله لا يفعله غيره من خصائصه سبحانه وتعالى. فلما يأتي مخلوق فيتجرأ على خصائص الله عز وجل فيقول هذا حلال وهذا حرام من عند نفسه، فهذا جعل نفسه مشارك لله في أفعاله، ولهذا عاب الله عز وجل على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أرباب؟ فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحلون لكم الحرام فتتبعونهم، ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم، هذا تفسير الرسول لهذا، يعني أنهم إذا قالوا هذا حرام امتنعوا عنه، وإذا قالوا هذا حلال مارسوه وقبلوه، وظنوا أن التبع ارتفعت عنهم، فهذا شرك في توحيد الربوبية، وهو من أعظم أنواع الشرك. ولهذا يقال عن توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، أفعاله سبحانه وتعالى
التي لا يستطيع أن يفعلها أحد من الخلق، أفعاله إنزال الغيث، غفران الذنوب. فلا يصح أن تستغفر عبد من العبيد، ولا أن تتوب لعبد من العبيد. غفران الذنوب، تنفيس الكروب، لا ينفس كربك إلا الله عز وجل، إنزال الغيث، إحياء الخلق، إماتة الخلق، هذه أشياء خصائص لله عز وجل. ولهذا لما استشكل النمرود الذي قابله إبراهيم عليه السلام، واستغرب أن إبراهيم يدعو لعبادة رب غير الرب الذي يعرفه، فإنه هو يعبد الكواكب ونحو ذلك، وإبراهيم يقول اعبدوا رب الكواكب. فسأله عن هذا الرب، من هو هذا الرب الذي أنت تدعون إلى عبادته؟ فذكر له أنه الذي يحيي ويميت. فهل أحد من الخلق يستطيع أن يحيي أو يميت؟ لا يستطيع أحد. ولهذا حاول النمرود أن يلبس عليه وادعى أنه يحيي ويميت، فذكر له خصيصة ثانية وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني القدرة على كل شيء، هذه خاصة بالله عز وجل، ما في مخلوق يقدر على كل شيء. فبهت الذي كفر. فلا بد أن تنتبه لهذا الأمر، لأنه شرط في غفران الذنوب، شرط في غفران الذنوب. ولهذا كذلك فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله عز وجل وإن كان بعضها يطلق على المخلوق وبعضها ويطلق على الخالق، يعني تقول عن الله بأنه كريم، وتقول عن المخلوق بأنه كريم، وتقول عن المخلوق بأنه قوي، وتقول عن الله بأنه قوي. لكن انتبه، الذي لله هو أعلاها وأكملها، هو أعلاها وأكملها، الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هذا الذي لله، الذي لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء وليس فيه نقص. فهل أحد من الخلق يملك مثل هذه الصفات؟ حتى الكريم فإنه كان معدوما ويلحقه فناء، والقوي كذلك. فالقوة هي التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهي التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. فهذا معنى إفراد الله عز وجل بالأسماء وعدم الإشراك فيها. ولهذا الشرك في توحيد الربوبية قليل، ترى أكثر الناس، لأن هذه حقائق. ما المشكلة الكبيرة هي الشرك في توحيد الإلهية، أما الاعتراف بعظم شأن الله عز وجل وما له من الأسماء وما له من القدرة ونحو ذلك، فهذا أكثر الخلق مفطورون عليها. ولهذا المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله عز وجل، ويعرفون أنه خالق الخلق، ويعرفون أنه هو الذي ينزل الغيث، وكانوا يدعونه في البر وفي البحر، وخاصة في حال الضرورة كانوا يلحون في الدعاء. وإنما يتعلقون بالآلهة والأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، يتقربون بها إلى الله عز وجل، يتقربون بهذه الأصنام إلى الله عز وجل، ويظنون أن هذه الأصنام لها جاه عند الله لا يرد، وأنه نزلت فيها بركة، وأن من تعلق بها توسطت له عند الله.
فهم يعتبرونهم مثل حاشية الملك عند الملك، وهذا شرك، لأنك كيف تشبه الله بالملك الذي يحتاج إلى من يعلمه بحوائج الخلق؟ ولا يمكن أن يجعل الله عز وجل أن يربط العباد بعباد من أمثالهم، لأن الله عز وجل لا يغفل عن الكون لحظة، فمن العبد الذي لا يغفل عنك لحظة؟ من العبد الذي، ما يمكن هذا، ما يمكن مخلوق لا يغفل عنك لحظة البتة، هذا لا يمكن. والذي يظن أن المخلوق الذي يدعوه لا يغفل عنه لحظة فهذا هو الشرك. ولهذا انظروا الآن الذين يستغيثون بالحسين، يقوم على فراشه ويقول يا حسين في أي وقت يقوله وفي أي مكان، ممكن يكون في الهند، ممكن يكون في أوروبا، ممكن يكون يقول يا حسين يدعوه، فمعنى ذلك أن حسين هذا لا يغفل لحظة، ما يغفل لحظة، فأنت تدعوه في أي وقت ويدعوه بلغته هو، يعني إذا كان أردو ولا إنجليزي ولا غيره فيدعوه بلغته، فيظن أن حسين يعرف جميع اللغات ولا يذكر اسمه، ما يقول مثلا أنا محمد بن عبد الله بن كذا، لا، بناء على أن حسين يعرف الداعي، من دعاه عرفه، فيتوسط له في الحال ويقول يا ربي عبدك فلان ابن فلان عنده مشكلة. أتترك الله الذي يراك في أي مكان ويعلم حالك ويعرفك وتتعلق بمخلوق؟ هذا لا يمكن البتة، هذا لا يمكن. والأمر ليس خاصا بحسين، كل الذين يعبدون الأضرحة مثل هؤلاء، البدوي والعيدروس وغيره والجيلاني وغيرهم، كلهم على هذا المستوى. والذي عنده شك في ذلك ليأتي إلى قبر البدوي ويسمع الذين يدعون ويرجون، هل يذكرون أسماءهم؟ تجد امرأة تأتي وتقول يا سيدي البدوي ابنتي أبغاك تنجحها في الثانوي، ولا تقول ابنتي فلانة بنت فلان، بناء على أن السيد يعرف ابنتها ويعرفها هي، وتأتي بمبلغ وتجعله في صندوق النذور، وتظن أن البدوي يعلم أنها دفعت 50 ريال، إيش هذا؟ فمعنى ذلك أنها أعطت هذا البدوي صفات الرب، هو الذي يعلم أنت كم دفعت وتنوي بها إيش واسمك وحاجاتك. فهم بهذه الطريقة أعطوا المخلوق صفة الخالق وأعطوا الخالق صفة المخلوق، يعني أعطوا صفة الزعماء الذي مرتاح في قصره ويعرض عليه التقارير الوزراء وكبار أعوانه، فيظنون أن الله غافل عن الخلق، ثم وهؤلاء يأتونه وهو ينظر إلى الخلق عن طريق هؤلاء، فأساءوا في الحالين، وهذا في غاية الأمر. وبعض من الناس يتساهل بهذا ويظن الأمر بسيط، ليس بسيط. أنت إذا نظرت إلى العقائد التي حملتهم على هذا عرفت أنهم ما عرفوا التوحيد، ما عرفوا ما معنى التوحيد أصلا، ولا عرفوا معنى الشرك، ولهذا وقعوا في مثل هذه الحبائل والعياذ بالله. ولهذا شرط غفران الذنوب أن لا تقع في الشرك، والسلامة من الشرك أن تعرفه معرفة صحيحة، وهو ضد التوحيد. إذا عرفت التوحيد معرفة صحيحة فإنك لن تقع في الشرك. وكيف تعرف التوحيد؟ كل القرآن حديثه عن التوحيد، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة كله دعوة للتوحيد. أنت لو رجعت إلى كلمة لا إله إلا الله عنوان التوحيد ورجعت إلى تفسيرها عرفت أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله،
فإذا عرفت أنه لا يستحق العبادة إلا الله تتوجه بها إلى غيره. وأكثر الآفة، أكثر الآفة المعاصرة الآن هي هذا. بعض من الناس يظن أن الشرك عند أهل الأضرحة فقط، وغفلوا عن شرك اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا منتشر انتشار النار في الهشيم، فيظنون أنه ما في شرك إلا شرك الأضرحة، أن تتمسح بالقبر وتطلب البركة من القبر وتطلب الشفاعة والوساطة من القبر وتذبح له أحيانا ونحو ذلك. وغفل عن شرك اليهود والنصارى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإن الذي يمارس التحليل والتحريم من دون الله عز وجل فهو مثل عابد الوثن. إذا قال هذا حلال من عند نفسه وهذا حرام من عند نفسه فهو عابد الوثن، بل هو شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. كيف يصير شرك في الربوبية وشرك في الألوهية؟ شرك في الربوبية لأنه فعل من أفعال الله، وشرك في الألوهية لأن الله أمرك أن تحتكم إلى الله ولا تحتكم إلى الجاهلية. الجاهلية كل ما عدا الحق فهو جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنت هذا الفعل، الإرادة منك، هذا في شرك الإرادة والقصد والطلب. شرك الإرادة والقصد أن تريد تحليلا وتحريما من غير الله عز وجل، أن تريد تحليلا وتحريما من غير الله عز وجل. ولهذا يكون عندك طاغوت، تستفتي هذا الطاغوت، ما هو الحلال عندك أيها الطاغوت؟ قال الحلال عندي كذا، افعل كذا وافعل كذا، هذا حلال عندي. وتستفتيه بالحرام وتقول أيها الطاغوت ما هو الممنوع علي والحرام؟ ويقول ممنوع عليك كذا وكذا وكذا. ما دليلك وما برهانك؟ هذا ما يحتاج، هذا أنت يعني ما يحتاج ذاك الدليل، هو الرأس، الدليل ما يقوله هو. والمسلم عنده الدليل ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا تسأله دليلا، لأنه يقول من حقي أن أفعل ذلك، من حقي أنا أني أفعل ذلك. ولذلك انظروا إلى الذين مثلا يقولون إرادة الشعب مقدمة على كل شيء، إرادة الشعب مقدمة، ماذا يريد الشعب؟ لكن هذه الإرادة مقيدة بالدليل، هذه الإرادة مقيدة بالشرع، هذه الإرادة مقيدة بالكتاب، هذه الإرادة مقيدة بالسنة، أبدا ولا لها ذكر على ألسنتهم ولا مرة، لمرة واحدة تجدهم يجتمعون فيقولون نريد إرادة الشعب تسن لنا القوانين. وهذه المقولة مثلا يقولها الفرنسي في فرنسا ويقولها بعض بلدان المسلمين في بلدانهم. طيب أنت هذا إرادة الشعب ما لها ضوابط؟ الشعب هذا ما هو ملتزم بدين؟ قال لا يكفي بس الأغلبية. طيب إذا كان الأغلبية يريدون إباحة الزنا خلاص يمشون عليه، إذا كان الأغلبية يريدون إباحة الربا يمشون عليه. ما في قيد، ما في ضوابط. لو في ضابط على أقل شيء يقولون نحن نريد إرادة الشعب المباحة أو التي عليها دليل من الكتاب والسنة، هذا لا يرد عندهم. ولهذا الأمر في غاية الخطورة أن يأتي أناس ما لهم مرجعية إلى دين الإسلام، ما يقول أرجع إلى دين الإسلام البتة، وإنما يرجع الناس إلى إرادة الأغلبية، كثرة الأغلبية، ماذا تريد الأغلبية فقط. فهذه مصيبة، يعني المصيبة أن لا يكون لك إرادة في أن تطلب الحق وتتوجه للحق، وإنما عندك إرادة وتقر بالاحتكام إلى الطواغيت. ولهذا من أعظم مشكلات المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم
كانوا يريدون الاحتكام للطواغيت، إلى كعب بن أبي وإلى غيره، يريدون التحاكم إلى البشر ولا يريدون التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، إذا كان لهم الحق. إذا كان لهم الحق يأتون إليه مذعنين، لأنه يعرفون أنه لا يظلم وأنه سوف يحكم بالحق. فإن لم يكن لهم الحق يريدون باطلا، فإنهم يبحثون عن كعب بن الأشرف أو غيره من الطواغيت التي ذكرهم العلماء في تفسير الآية الكريمة المتعلقة بعبادة الطواغيت، قالوا طاغوت في جهينة وطاغوت في كذا، وكانوا يتحاكمون إليهم قبل أن من الله عز وجل عليهم بالإسلام. هذا الشرك لا بد أن ندرك أنه ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فليس كل ما رأيناه أنه أطلق عليه الشرك أنه نقول هذا شرك أكبر، لا بد أن نفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. فإن الشرك الأصغر هو شرك في الوسائل، شرك في الألفاظ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. قول الرجل: وحياتك وحياتي، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الشرك من الشرك الأصغر، لأنه يسبق على ألسنة الناس، ولأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، لأن الحلف تعظيم. فأنت لما تحلف بالله عز وجل فأنت تعظم الله القادر على أن ينتقم منك لو كنت كاذبا، تعظم الله الذي يقدر أن ينتقم منك لو كنت كاذبا. فهل المخلوق الذي تحلف به قادر على أن ينتقم منك؟ مو قادر. فهذا التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا يتساهل به الناس الآن ويحلفون بالنبي، تجدهم يقولون: والنبي 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 في كلامهم العادي. فهذا حلف، ولا شك أن النبي مقدر وله مكانته، لكن ما تحلف به. لا بد أن تفرق بين حق الله وحق النبي. فإن حق الله عز وجل أن هذا الحلف وهذا التعظيم خاص بالله عز وجل، فلا تخلط بين الأمرين. ومن الشرك الأصغر شرك الألفاظ، تقول هذا من الله ومنك، واحد أعطاك خير ولا شيء تقول هذا من الله ومنك، فهذا شرك في اللفظ. لما أتيت بواو العطف التي تقتضي المساواة فكأنك ساويته، وإن كنت لا تقصد ذلك لكن ساويته في اللفظ. ولهذا لابد أن تقول: من الله ثم منك، فتنزل المخلوق في رتبته وتجعل الخالق في رتبته. ولهذا هذا شرك الألفاظ. ولا تظنون أنه لما يقال الشرك الأصغر أن أمره بسيط، فإن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، يعني أكبر من الزنا. واحد لو حلف وقال والنبي أكبر من الزنا، أكبر من الزنا. والدليل، الدليل أن الصحابة اعتبروا أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. يقول عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بغير الله وأنت كاذب هذا تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فهذا ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره وأنا صادق، لأنه إذا حلف بغيره وهو صادق وقع في الشرك الأصغر، وإذا حلف به كاذبا وقع في الكبيرة، فهو يقدم الكبيرة على الشرك الأصغر. فننتبه لهذا الأمر.
المسألة الثانية، قال بعض العلماء أن من مات وهو مشرك ولو شرك أصغر فإن الشرك لا يغفر، لا بد أن يعاقب عليه، يعني بعض الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، وهي التي جاء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فانظر إلى الشرط، أتيتك بقرابها مغفرة، فإن كان فيه شرك فقالوا هذا ليس داخل في الوعد أنه يغفر، يبقى أنك لا بد أن تعذب على الشرك الصغير الذي وقعت فيه، وإذا كان أكبر من كبائر الذنوب فهذه مصيبة، فلتكن على حذر شديد من الشرك بأنواعه، ومنه كيسير الرياء الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف، ولهذا قال أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر يعني شيء مخوف، وهذا الشرك الأصغر، وأما الأكبر منتهي أمره، لكن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بين لهم أنه يسير الرياء، يقوم الرجل يصلي لله عز وجل، ما صلى لله عز وجل، لكنه رأى أن قريب منه شخص يجله فحسن صلاته من أجل هذا الشخص، يعني جاء في قلبه التفاته إلى هذا الشخص أنه حسن أمامه، والأصل أنه قام يصلي لله وجاء للمسجد ولله جاء، ما تذكر هذا الشخص أصلا، ومع هذا وقع في هذه الكارثة العظيمة وهي الشرك الأصغر. ومن أيضا مشكلات الشرك أنه الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارنه، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يعني إذا وقع إنسان في الشرك الأكبر فلا يقبل منه لا صوم ولا صلاة ولا حج إلى غير ذلك، يحبط جميع أعمال الشرك، كل عمل يحبط. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارنه، يعني تصدقت وليس فيها رياء مقبول، صليت وفيها رياء بطلت الصلاة، لكن بقي لك أجر الصدقة ما تبطل، محفوظة لك مسجلة، وإنما الشرك يبطل الذي يقارنه. فعلينا، لأن بعض الناس يتوسعون في الرجاء ويغفلون عن الشروط، لما يأتيهم حديث فيه الرجاء أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وأنه لو أتيت بقراب الأرض خطايا ونحو ذلك، ويغفل عن المقيدات والشروط، ولهذا لا بد أن يجمع العبد بين الرجاء والخوف، حتى قال بعض العلماء هي كجناحي طائر، فإن الطائر لا يطير بجناح واحد، إذا كان عندك رجاء عظيم في الله عز وجل لكن ما عندك خوف فإن الطائر لا يطير، إذا كان عندك خوف شديد من الله عز وجل لكن ما عندك رجاء ما عندك أمل في الله عز وجل فإن الطائر لا يطير، إذا كان أحد الجناحين واحد شديد والثاني ضامر فإن يتخبط الطير، ولهذا لابد أن تعتدل بين الخوف والرجاء، لا يذهب من قلبك الخوف ولا ينزع منك الرجاء، لابد أن تجمع بين هذين الأمرين. وإدراك مثل هذه المعاني في هذا الشهر العظيم الذي سوف يأتينا بإذن الله في غاية الأهمية، أولاً أن تجرد التوحيد لله عز وجل، ثم تكثر من الدعاء وتلح على الله عز وجل في الدعاء، فإن الله يحب الملحين الملحين، لا تقول أكثرت على الله، يعني لو جلست الليل كله تدعو الله عز وجل هذا ما فيه، هذا مرغوب فيه، يحب الله عز وجل الملحين في الدعاء،
وانظروا إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء في موقعة بدر، حتى أنه من كثر إلحاحه على الله عز وجل سقط رداءه، يرفع يديه وسقط رداءه من خلفه، وكان يلح إلحاحا شديدا على ربه، لأن قوة الإلحاح تظهر قوة الحاجة وقوة المسكنة وقوة الرغبة عندك في هذا الأمر. فلا بد أن نحرص على مثل هذه المعاني في الدعاء، وأن نحرص على آداب الدعاء، فإن آداب الدعاء أنك بعد أن تثني على الله عز وجل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تنتهي من دعائك فتختمه بمثل ما بدأته، هذا من آداب الدعاء. وأن لا يكون في الدعاء إثم ولا قطيعة رحم، ما تدعو بإثم ولا بما لا يليق، يعني مثلا لو شخص يدعو أن يكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن، يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء أن تخالف آداب الدعاء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويعلمها الصحابة. وأن تحرص على مواطن التي جاء فيها أن الدعاء يستجاب فيها، الدعاء عند الوضوء، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء في ثلث الليل الأخير، الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، الدعاء في ليلة القدر. ولهذا لما يحرص الإنسان على أن يقوم العشر الأخيرة وأن يجتهد فيها كما اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله أن ينال بركة الدعاء في ليلة القدر، وأن تكثر من الاستغفار. يعني وماذا يكلفك الاستغفار؟ يعني أنت في مجلس واحد تستطيع أن تستغفر الله 100 مرة، فلا يفوتك مثل هذا الأمر. هذا ما أحببت أن أذكره في هذا المجلس، لعلنا أن نهيئ أنفسنا وأن نستعد لاستقبال شهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا في رمضان، فإن المراد ليس أن تبلغ رمضان، لكن أن يغفر الله لك في رمضان، أن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا في رمضان، وأن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يميتنا على التوحيد الخالص. ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن عنوان التوحيد من ختم له بذلك. ولهذا لما يجعل الإنسان على لسانه دائما، لعله تكون آخر كلامه، ما يدري متى يموت، هو تفاجيه السكتة، يأتي حادث، فلما دائما يكرر هذا الذكر لا إله إلا الله عز وجل، فلعله أن يختم له بلا إله إلا الله. أقول ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.